عبد الرحمن، أنا معلم الدراسات الاجتماعية في مادة الياسمينة، واليوم إن شاء الله هنتكلم على الفيدباك وتأثيرها على الطلاب. هنتكلم على 3 محاور وثلاث أقسام. القسم الأول هيكون تعريف التغذية الراجعة، يعني what the meaning of feedback، ولماذا نستخدم التغذية الراجعة في التعليم، وهيكون عندنا نماذج للتغذية الراجعة. مفهوم التغذية الراجعة: حين يقوم الإنسان بسلوك ما فإنه يرغب في معرفة آراء الآخرين للحصول على وجهات نظرهم. يعني إحنا حتى إحنا كمان كناس كبار بنعمل أي سلوك أو أي عمل بننجزه، بيكون محتاجين نحنا ناخد الفيدباك من أصدقائنا أو من أهالينا أو حتى كمان من أولادنا. الطالب كمان لما بيكون بيعمل سلوك أو بيعمل أي عمل، سواء امتحان إجزام أو سواء وركشيت، يبقى هو كمان محتاج ان انت تديله فيدباك، وكمان بيكون محتاج اصدقائه ان هو يعمل فيدباك ليهم عشان يشوف السلوك اللي عمله ده فين مستواه وهو يقدر ان هو يتطور فيه او لا. وهتكون اجابة المعلم يا اما صحيحة يا اما خاطئة، ويترقب تصحيح المعلم للاجابة او تصحيح المعلم لورقة الامتحان لكي يرى مدى دقة اجابته او صحتها. التغذية الراجعة هي لما بيتلقى الطالب بيتلقى بعد العمل مش قبل العمل. يعني ما ينفعش ان مثلا انا اعطي تعليمات للطالب اقول له مثلا انت خلص الاكتيفيتي رقم 1 وخلص الاكتيفيتي رقم 2 وبعدين اخذ منه فيدباك قبل ما يخلص العمل. لازم الطالب يخلص العمل الاول وبعدين يبدا انت تبدا تديله التغذية الراجعة على السلوك او على العمل اللي هو عمله. ازاي هنعمل الفيدباك؟ في طبعا عندنا مراحل، في عندنا ليفل للفيدباك، يعني الهاي ليفل اعلى مرحله عندنا اللي هي مرحله ان الطالب بيعمل لنفسه فيدباك وبيعمل لزميله فيدباك. في البدايه المدرس هو اللي بيدي للطالب بيديله العمل او الورقه العمل مثلا او الامتحان او اي شيء هو بيديه له. بعدين الطالب بعد ما بيحل المعلم بيقوم بالتغذية الراجعة وبيرجع تاني للطالب. يعني لازم المعلم لما بيدي للطالب الامتحان أو العمل لازم يدي له تغذية راجعة. لو الطالب هو وصل لنفسه، يعني قدر لنفسه إنه هو يدي فيدباك لنفسه وقدر إنه هو يدي فيدباك لزميله، فهو هنا هيكون وصل لأعلى مراحل الفيدباك، وهنا هيكون هو الطالب فهم ما معنى الفيدباك. طيب لماذا نستخدم الفيدباك في التغذية الراجعة؟ في عندنا أهم 3 أسئلة لازم لو إحنا عرفناهم هنقدر إن إحنا ندي فيدباك للطالب ونعلم الطالب إزاي يدي فيدباك لنفسه ويدي فيدباك لزمائله. 1، المستوى المراد للوصول له. يعني لازم أنت الطالب، يعني المعلم والطالب يعرفوا أول شيء مستوى الطالب. مثلا هو عند نقطة A لازم بعدين يوصل لنقطة B، لازم بعدين يوصل لنقطة C. طيب لابد من وجود تحديات في هذا الامر لكل طالب. يعني لازم كل طالب لازم نديله تشالنج على الفيدباك. يعني لو هو خلص مستوى معين من العمل لازم احنا المره الجايه نديله فيدباك لمستوى اعلى. 2، من اهميه التغذيه الراجعه ما هو مستواه الحالي. لازم انا اعرف مستوى الطالب، القوه الضعف عنده والنقاط القوه عنده عشان اقدر ان انا ادي للطالب الفيدباك. لو الطالب مش عارف ما هي نقاط ضعفه أو ما هي نقاط قوته هيبقى صعب عليه إن هو يفهم العمل ويفهم مستواه. 3، بيكون عندنا كيف يتم الوصول إلى مستوى الطالب. توضيح الخطوات، لازم أن أنا أوضح الخطوات للطالب إن أنت هتكون ماشي على سلم أو على نقاط معينة 1 2 3 عشان الطالب يوصل ليها. ولازم لو أنا حصلت إن المستوى من العمل اللي أنا بديه للطالب هو عمل ضعيف بالنسبة له أو هو صعب إن هو يحله، لازم أنا أعمل تغيير لداء العمل عشان يناسب مستوى الطالب. وأهم شيء في التغذية الراجعة اللي هو لازم إن أنا أعمل له فيدباك فوري. يعني في بعض الأحيان مثلا يكون بدي له عمل صغير، الطالب اللي بيخلص بسرعة بيكون محتاج منك فيدباك فوري عشان يشوف هل هو صح أو غلط. ومعظم الطلاب اللي بيتعاملوا مع الفيدباك بيكونوا يعني بيقدروا بيحبوا ان هم يعرفوا الفيدباك بتاعهم بسرعه، لان ده بيدخل السعاده والفرح لنفسهم وبيديهم قوه وثقه في نفسهم، حتى هم كمان لما بيدوا فيدباك لنفسهم او بيدوا فيدباك لاصدقائهم. طيب عندنا مميزات للتغذيه الراجعه القويه، في عندنا مميزات للطالب وفي عندنا مميزات للمعلم. مميزات الطالب: الفيدباك هيقدر هو يعمل تنظيم ذاتي للطالب وبيعمل تحسين لمستواه التعليمي. أما بالنسبة لمميزات المعلم، المعلم بيقدر يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة للدرس،
وبيساعد المعلم على وضع استراتيجية مناسبة تناسب جميع الطلاب أو تناسب مجموعة من الطلاب أو تناسب طالب أو اثنين على حسب مستوى الطلاب عندهم. رقم ثلاثة، تساعد التعاون أو العمل والتعاون بين المعلمين بين بعضهم البعض، وهنا بيكون في خبرات بينهم على طريقة إعطاء الفيدباك للطلاب. مثال example for good feedback or bad feedback، أراد معلم أن يشكر طالب فقال له إنك ساعدت زميلك مما أثر على تحسين أدائه، شكرا لك. المعلم لما أعطى للطالب الفيدباك أعطاه على سلوك جيد وأوضح له ما هو سبب هذا الفيدباك، إنه هو عمل سلوك جيد والسلوك الجيد أعطى مساعدة لزميله، كان له تأثير واضح. أما بالنسبة للمثال الشكر خاطئ، لقد قمت بعمل ممتاز، لكن ما هو هذا العمل ولماذا كان ممتازا؟ وستبقى الإجابة دائما غامضة بالنسبة للطلاب وبالنسبة لبقية الطلاب، لأن المعلم هنا لم يشرح سبب الشكر ولم يشرح سبب الفيدباك. لازم أنا أحط الفيدباك وأحط سبب للفيدباك. استراتيجيات التغذية الراجعة هي نوع من الفيدباك استراتيجية ريسورسز. في عندنا بعض الاستراتيجيات ممكن نستخدمها للفيدباك، في عندنا مواقع وابليكيشن، وفي عندنا كمان مواقع بخبركم عنها بعد شوية. ولكن من أهمية الاستراتيجيات عندنا فليب جريد، وهو طالب بيقدر يصنع الفيديو وأصدقائه يشوفوه ويعطوه عليه فيدباك، وأنت كمان تقدر تعطي عليه فيدباك. الجزء الثاني اللي هو فلوب، وبنك هو عبارة عن بنك من المعلومات. أنت لما الطالب بيخلص العمل في فلوب بتعطيه جزء من الفيدباك، وهذا الجزء بيتخزن عند الطالب، فبيكون عنده بنك كامل من المعلومات يقدر بعدين يستفيد منها في المستقبل. من ايضا من الريسورس للفيدباك عندنا الشجره، وانا استخدمت الشجره، يعني كانت كثير ناجحه بالنسبه لي، اللي هي شجره الفيدباك 3. في عندنا 5 اسئله ممكن الطالب يعني يختار اي واحده فيهم او يختارهم كلهم. اكتب ما اعجبك في الدرس، وشيء يحتاج الى التطوير، وسؤال عن الدرس، واذا كان لديك فكره او اقتراح. في كثير من الأحيان وجدت الطلاب مثلاً يكتب لي نريد كاهوت المرة القادمة، فأنت لازم أن أنت تنفذ أمنية الطالب. إذا كان هو يريد كاهوت فضع له كاهوت في الحصة القادمة أو الحصة اللي بعد القادمة. هنا الطالب حيحس أن رأيه بالنسبة لك صار مهم، وهيقدر أن هو يعطيك فيدباك بقوة. من انواع الاستراتيجيه للفيدباك عندنا البادلت، وعندنا الجزء الثاني من الفيدباك اللي هو استراتيجيتي، كيف ان انا يعني شو شعرت في الدرس او شو كان احساسي في الدرس، وشيء لم يعجبه في الدرس، وممكن يعطيك ايضا فكره، وممكن يخبرك شو الشيء اللي اهتم فيه في الدرس وممكن يحفظه في الدرس. اخر استراتيجيه عندنا اللي هي الاستراتيجيه see you think wonder، اللي هو I see هو أرى و I think و I wonder. دي برضو من الاستراتيجيات القوية اللي ممكن تساعد الطالب. وأيضا عندنا استراتيجية ممكن نستخدم الوايت بورد، ممكن نستخدمه فيدباك أو نستخدم الإكزيت باس، دي ممكن بتساعدنا مع الطلاب في إعطاء الفيدباك. شكرا، thank you.